Egypt, the land of the pharaohs, a country with over 5,000 years of history when the Egyptian women had a powerful and strong role in society. Today, in 2015, with the global challenges in the economy and the increasing competition for income-generating opportunities in Egypt, it has become harder for women to assume the powerful roles they once had. Egyptian women's access to technology jobs and entrepreneurship is even more challenging, as it is a male-dominated sphere. In recognizing the current situation and the potential of women in technology in Egypt, the Social Innovation Hub was launched. The aim of the hub is to support, facilitate, and empower talented Egyptian women with computer science training and entrepreneurial skills to enable them to realize their potential and serve their community, to be positive agents of change by securing computer science jobs or as self-employed developers with their own businesses. أنا دميانا خريجة حاسبات ومعلومات جامعة المنيا دفعة 2011. لما جيت أقدم بعد ما اتخرجت في شركات كتير، معظم الشركات طالبة أولاد مش طالبة بنات. ولما اشتغلت في الشركة اللي أنا اشتغلت فيها تكنيكال سبورت، بدأ الناس يقولوا لي لأ أنت المفروض دي شغلانة ولد مش شغلانة بنت. احنا ابتدينا في سوشيال انوفيشن هاب أول أسبوع بالسي شارب. اتعلمنا اتدربنا في حاجات كتير وتعلمنا ازاي نعمل سيرش مع نفسنا جالنا نيز بريزنتيشن سكيلز وسوفت سكيلز وبزنس موديلنج احنا تقسمنا لجروبس كل جروب اربع افراد او ثلاثه احنا اخترنا بروجكت عن ويندوز ابلكيشن عن الطفولة بان احنا بنساعد الناس كلها ان هي لو في حد ابنه مخطوف يقدر يسجل يعمل ريجستريشن على الاب والناس تبدا تساعده وهيكون معانا منظمات مجتمع مدني المختصة بالطفولة ورعاية الطفولة. انا سارة ابراهيم خريجة كلية هندسة جامعة المنوفية سنة 2015. هو اغلب حاجة كان المفروض انها كلية عملية كان كله نظري كناش بنعمل حاجة قليل جدا بنعمل حاجة بايدينا لما طلعنا لقينا ان كل اللي خدناه اصلا ملوش لازمه بدات مضطر ابدا من جديد عشان اعرف اشتغل وادخل سوق العمل اصلا بعد ما اتخرجت بدات ادور حاجه اشتغل فيها ان هو عايزه خلاص بقى اشتغل في مجال دورت حواليا كتير في المنوفيه ما فيش اي حاجه تماما ان هو اشتغل فيها وابقى فعلا حققت اللي انا عايزاه بدات ادور في القاهره فبس الاهل رفضوا كان الحل ان انا اعمل حاجه خاصه بيا بدانا وعملنا مشروع كان في مشروع التخرج بتاعنا عشان نعمله كشركة وكده فالموضوع وقع مننا تماما بسبب قلة خبرة في التكنيكال بصفة عامة وقلة خبرة كمان في الإدارة فتعلمت كل ده هنا بقى في السوشيال انوفيشن هاب كل ده اتعلمناه وازاي ان انا اقدر ادير شغل خاص بيا ويبقى ليا بزنس خاص بيا واشتغل فيه واسوق له في المجال ده يعني. النهارده هنتكلم على حاجتين هم يعتبروا جداد شوية جداد في الريجن عندنا هم جداد في العالم الحقيقه مش جداد في الريجن بس الـ ITO Internet of Things وحاجه اسمها ML Machine Learning. انا اسمي ليساء صلاح الدين انا خريجه هندسه حلوان قسم اتصالات شعبات حاسبات خريجه 2015 هو انا من سوريا كنت تقريبا كملت السنه الاخيره ليا هنا للاسف احنا كطلبه الحاجات اللي بناخدها بعيده كليا عن لما ننزل سوق العمل احنا اخذنا مثلا بريزنتيشن سكيلز ازاي انا عامل تيم بروجرامينج سي شارب ويندوز اب حاجات زي كده كان مطلوب منا ثلاث افكار ان نحل احنا مشكله اللاجئين واحنا قررنا نكمل فيه ابلكيشن اللاجئين بيعمل ايه الابلكيشن ده يساعدهم يحط لهم ايه هي الاوراق المهمه ازاي يعملوها ممكن يساعدهم بالسكن بالعمل وكمان اهم حاجه بقى المنظمات اللي بتساعد اللاجئين نربط بين الاثنين. The Social Innovation Hub, the door to change, the new beginning of women using technology to serve their communities.